عودة لكم مشاهدينا في غبقة الحمراء، ونتواصل أكيد مع ضيوفنا اللي يتواجدون دائما معنا طيلة شهر الكريم. اليوم معنا شخصية جميلة كويتية نعتز فيها ككويتيين، قدمت الكثير من العطاءات وأكيد بلا شك خدمت الوطن والمواطن في مجال معين. اليوم معنا الدكتورة ماجدة اليتامة، استشاري أمراض نساء وولادة ومساعدة أكيد للإنجاب. حياك الله دكتورة وتقبل طاعتك. منا ومنك، حياك الله. أهلا وسهلا. ومعنا أكيد عمر عبد الرزاق المحمود، حياك الله. ولدك عسى الله يحفظه. اي نعم اي نعم، تقبل طاعتك. منا ومنك. اليوم احنا شوي بندردش معاكم دردشة حلوة، ونبروح حق الوالدة الدكتورة ماجدة. حياك الله. أهلا وسهلا دكتورة. ما شاء الله، يعني طول مسيرتك العلمية والدراسية وشغلك ومشاغلك ما بين الأسرة وما بين شغلك في مجال الطب والنساء والولادة، أنت ما عمر طلعتي برمضان خارج الكويت؟ لا ما أحب. لا تحرصين دائما؟ دائما إيه، دائما داخل الديرة برمضان. إيه طبعا. ليش هالحرص هذا؟ لأنه يعني رمضان يعني مناسبة يعني لها يعني شعور خاص ولها طقوس خاصة. أحب تكون بلدي بمكاني مع أهلي مع أسرتي. في 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 يعني شوي حميمية ما بين الأسرة لما تكون في أجواء رمضان داخل. طبعاً أكيد، يعني هذه المناسبة اللي إحنا يعني نتزاور فيها، نشوف أهلنا فيها، نتعبد فيها. فأحرص دائماً تكون في البلدي، لأن هاي الأشياء ما راح أمارسها برا، أمارسها وهو شهر بالسنة. أكيد بلا شك. زين، ودراستك قبل كنت تدرسين برا؟ أنا كنت أدرس برا، فكنت دائماً إجازتي السنوية إذا عندي إجازة أخذها برمضان. برمضان سواء لازم بديها. سواء بالصيف إيه أخذها وأرد الكويت. بالكويت. بالكويت إيه. زين، أجواء رمضان الحين هالسنة، يعني في ناس تقول إن يا زين رمضان في الزمن الجميل إن صح القول، في اختلاف دكتورة ما بين رمضان هالوقت ورمضان قبل بصراحة؟ والله أنا عندي رمضان حلو أول والحين، يعني الحين لا شيء والأول لا طريقته الخاصة. نعم. بس أنا أحب رمضان يعني بكل ظروفه، على قولتهم بالشتاء بالصيف أول الحين. أنا أعتقد رمضان هو شهر فضيل وكريم وشهر يعني ماكو مثله، فهو جميل. أكيد بلا شك، عسى الله يتقبل منك ومن كل من يتابعنا في شاشة تلفزيون دولة الكويت. صديقي عمر، يا هلا. الوالدة طبيبة. اي نعم. أنت تلقائي طب؟ لا لا، أنا دراستك هو شنو؟ دراستي أنا محاسبة. محاسبة. في جامعة الخليج، ونفس الوقت أشتغل في كلية تكنولوجيا للطيران. ما شاء الله. كرئيس قسم شؤون الموظفين. ما شاء الله. إيه؟ هذا في الطيران. هذا في الطيران. زين، والمحاسبة شلون رحت ملك المحاسبة؟ الله يسلمك. أنا بلشت أول شيء بالكلية كأكتسب خبرة وكذي. زين. في كذا، مو شرط كان بقسم الموظفين، بلشت بمحاسبة. بعدين لما شافني العميد الله يذكره بالخير مهندس مرزوق الشريفي، هو عميد الكلية، فلما شافني اني انا قد الشغل هذا فرشحني اني اكون رئيس قسم شؤون الموظفين. ما شاء الله. والحمد لله، يعني متقسم وقتي بين الشغل والدراسة. زين، ليش ما ركزت دراستك ووظفتها في مجال شغلك ولا نفس الشيء؟ هو متكامل. متكامل، وعلى حسب الشخصية بعد، مو بس على الشهادة. حلو. يعني شخصية ساعات تكون انك تكون مجالك شلون تتعامل مع الموظفين وهذا، فشافني انا شلون اتعامل معاهم وكذي، فرشحني اني اكون رئيس قسم شؤون الموظفين. تستاهل اكيد. شلونك بالدراسه؟ اهم شيء الوالده عشان تطمن. لا الحمد لله، الحمد ماشي الامور. اي الحمد لله ماشي. الدكتور فيصل وين؟ وعندك بنت ما شاء الله صيدلانيه. عندي صيدلانيه نورا، وفيصل هو الولد الاكبر. في عمر ابو اصغر واحد. اصغر واحد. مايكروبيولوجي، متخصصه مختبرات طبيه. ما شاء الله. فهو هم ماسك معاي في المراكز دار البراء، هو مدير المختبرات الطبيه. انت اللي سحبتيهم وخليتيهم يدشون الطب؟ والله هم حبوا ميول العلميه اللي لها علاقه بالطب، والحمد لله يعني طبعا حد ما غصبت حد منهم، بس هم كان لهم ميول. كان يعني انت ما شاء الله دكتوره ولك اسمك بالديره، يمكن حتى برا الكويت. اي نعم. الناس تتوافد على الدكتوره، يعني نقدر نقول ماركه كويتيه متخصصه حقيقه في مجالك الدكتوره ماجده اليتامة. حرصتي ان دائما تحورين ابنائك لمجال الطب ولا خليتيهم براحتهم؟ لا والله براحتهم، بس انت توجههم يعني، بس ما تجبرهم.
فنورة كانت حابة الصيدلة زين. ما كانت يعني تبي تصير مهنة طبيبة، وفيصل ما كان يبي يعني هو كذي كان يحب العلوم فمشى في الميكروبيولوجي تخصصها يسمونه علم الجراثيم. ها ما شاء الله يعني ماسك التخصصات المختبرات الطبية ما شاء الله عسى الله يحفظهم إن شاء الله. يسلمك. ما بين إبداعك في تخصصك دكتورة ماجدة هذا مو احنا نقوله الناس قاعد تقوله وقاعد نشوف مراجعين اللي قاعد يراجعونك وما بين الأسرة وما بين الاجتماعيه اللي انت ماخذتها في مجال الاسره دائما الاجتماعيه تروحين تزورينهم خصوصا انك كل ويكند انت بالشاليه هذا ايام مقدسه. انا كنت يعني يعني فتره الاجازه هو يعني اطلع مع اسرتي خصوصا مع زوجي كان تغيير حتى حق نفسيتي بعد فالتغيير ان احنا نطلع مثلا التغيير نروح مثلا الشاليه بشكل دائم شبه دائم إنزين. إذا سمحت الظروف. بس رمضان لا استب. طبعاً برمضان لا. هني بالديرة. لا بالديرة ما بروح. شنو جدول جدولك برمضان يعني بعد الصيام؟ طبعاً إحنا كلنا نفطر مع بعض أنا وعيالي ويعني كلهم المتزوجين كلنا نفطر على مائدة واحدة. ما شاء الله حتى المتزوجين. حتى المتزوجين. زين يمكن نوف بتروح. اللي تروح ما يخالف اللي يروحون بس اللي كلنا نجمع مع بعض. حلو. فهذا أنا أحرص عليه حتى لو راحوا تفطروا هناك يون عقب الفطور فإحنا في كل هذا التجمع واللقاء الأسري طبعا برمضان كلنا نتجمع على المائدة واحدة الحمد لله. أوكي. طبعا هذا شيء أنا يمكن اكتسبناه من أهالينا نفس الشيء إن إحنا بأهالينا كنا كلنا نتجمع بمائدة واحدة. أنا كنت لما كنت بعمر أصغر من شيء كنت أتجمع مع أهلي بمائدة واحدة فهذا التجمع يعني بمائدة واحدة وايد مهم أكيد. مع الأسرة ومع عيالك مع أحفادك زين تحضير كل واحد شنو يبي سواء يعني من أكل يحبونه وكذي هذا بروحه بحد ذاته متعة يعني أكيد يعني أسرتك تجمع أكيد. نقول نقدر نقول إن الدكتورة أخذت هذا الشيء من والدها طبعا أكيد كلنا ماشيين على نفس السر وإن شاء الله أبنائك يكملون إن شاء الله يا رب إن شاء الله أتمنى ما بين هذا الشغل شلون قادرة يعني تتميز أو تتفرد فيها دكتورة ماجدة بشغلك أنا أحس إنه ما شاء الله جدولك رغم إنه منظم أحس لكنه زحمة بعد أكيد زحمة طبعا يعني ما أقول لك أنا وايد مشغولة طول أيام الأسبوع بس ألاقي الفرصة إني لو عندي فرصة أقعد مع عيالي لكن هم عيالي مقدرين هذا الشيء مساعديني مسانديني فهذا يعني سواء كان الأولاد سواء كان الزوج سواء كان الأسرة كلها حتى أهلي كلهم مساعديني ومساعديني ومقدرين ظروفي فهذا التقدير طبعا اللي ساعدني إني أنا أستمر يعني أنت لما عيالك يقدرون ظروفك وما يشرهون عليك مثلا والله أنت برا أهم شيء أبو العيال لا مقدر والحمد لله لا ما كلهم مقدرين الظروف وهذا اللي شجعني أني أستمر إحنا نوجه يعني تحية أكيد لأن ما قصرت لأن أي عطاء لأن بالنهاية هذه يعني خدمة إنسانية طبعا فيعطيك العافية أنت أكيد لك الأجر فحتى هم يعلم تشوفوني متأخرة ولا شيء كلهم سواء عيالي سواء زوجي دائما يقول الله يعطيك العافية ما يعني مقدرين هذه المهنة حلو دكتورة كل سنة ما شاء الله في شهر رمضان الخير دائما تحرصين تكونين في بداية رمضان تروحين حق عمرة اي نعم عسى الله يتقبل منك من حسنا رحتي طبعا ان شاء الله من متى بلشت هذه والله يعني ممكن اكثر من 15 سنة من أكثر من 15 سنة ما شاء الله يعني احنا عندنا وحتى لما كنت اصغر من كذي كنت دائما نروح يعني العمره برمضان تاخذين كجو اسري عيالك وياك ولا بس والله اللي يقدرون اروح يعني ساعات اخذ يعني مو كلهم ناخذ فرد يعني مره اخذ الاولاد مره تاخذ بنت مره اخذ الاحفاد فدائما كل مره ناخذ جزء من السنه اخذته منو والله السنه ما كان في فرصه ياخذوا لان البنات عندهم مدارس الصغار والاولاد في عمر عنده جامعه فما ما كانوا عمر ما اخذوك لا ما اخذ ما قلت لهم بروح لان كان وقتها عندي جامعه فما قدر يروح انت ما شاء الله حتى البنات الصغار بنات حفيداتي كنت اخذهم معي العمره يعني العام اخذتهم معي واستانسوا وايد يعني يبون يكملون بس كان للحين ما اجزوا وما عندهم اجازه
ان شاء الله الله يعطيهم الصحه والعافيه وعسى الله يتقبل منكم ان شاء الله. السنه اللي فاتت خذيتي الاحفاد. اخذت اخذت الاحفاد. كل الاحفاد لازم تحرصين يكونوا وياك. والله السنه انا السنه لا السنه رحت اخذت واحد من عيالي عبد العزيز كان معي وكان معي اخت زوجي. انا والله صراحه نسيت. معي كان اسراء هم كان اسراء اخوات اهل زوجي بعد كانوا معنا كنا جروب يعني. حلو ما شاء الله قاعد نشوف تفوق العيال عسى الله يحفظهم. عمر بس لك سؤال، الوالده والوالد نوجه له تحيه حازمين بالبيت دراسه دراسه اقعد لا تطلع لا شيء كذي؟ والله هم مو حازمين. قول الصدق رحنا على الهواء. اي والله هم مو حازمين بس كل واحد يعني المفروض يعرف شنو مستقبله. يعني الوالد والوالده علمونا شلون نعتمد على نفسنا ونحن صغار. الحمد لله. يعني كل واحد الحمد لله فينا عارف هو وين متجه يعني. حلو. نبي تسولفنا عمر عن ذكرياتك برمضان مع الوالدة. في مواقف صارت عصبت عليك مرة سوت طبخة كذي؟ والله الوالدة صراحة هي ما تدش المطبخ يعني. دكتورة لحظة استوب دكتورة ماجدة اليتامى ما تدش المطبخ. لا ما عندي وقت يعني أنا مثلاً. اعطي توجيهات ان شنو الاشراف ان شنو يسوون وشنو شنو اليوم اكو طبخين دكتوره؟ لا ما اطبخ صراحه. لا لا ما تجيدين الطبخ؟ لا اجيد الطبخ. ما شاء الله. لا لا ما عندي وقت اني انا اجيد الطبخ. مع ان اذكر قبل لما يعني في معلومه تقول لما كنت صغيره قبل كانوا في ناس تخبز وياكم حق اشياء خيريه اي كانت لما كنت طبعا صغيره بعمر صغير كان الوالد في رمضان يحط موائد حق الإفطار بس داخل بيتنا. زين. كان يشتغل هو في الميناء. ما شاء الله. فكان العمال الميناء كلهم اللي يعرفهم يعني مو أقل من 25-30 نفر إذا مو أكثر. ما شاء الله. يومياً يصير عندنا فطور. فكان يجيب ناس صراحة مو الوالدة اللي كانت تخبز. كان يجيب ناس تخبز خبز رقاق خبز عادي. فكان البيت يعني في شغل. إن نهيئ نحط السفرة نزهب الصحون نزهب الأكل فهذا كان يعني كنا نسويه بس صراحة ما كنت يعني كنا نطبخ شيء كان يجيب حتى الناس في يعني كانت الوالدة تطبخ وكان يجيب ناس يطبخون بعد يساعدونا. أكيد الله يعطيكم الصحة والعافية. في سؤال وأنت تعلمين أبنائك سألتيه حق عمر رمضان شو المفروض المسلمين يسوون؟ أنا كان عمره صغير كنت أدرس دين فكنت أقول له شنو الشيء اللي تميز في شهر رمضان؟ يعني رمضان تميز بشيء كل المسلمين وكلنا احنا نسوي شنو الشيء اللي تميز في رمضان؟ كان يقول ايه كلنا ناكل تشريبه. تشريبه حمر؟ الناس تصحون عمك اكيل انت تاكل ها؟ ايه يعني هو يعني هذا ميزه هو يعني الشيء اللي متذكرنا كلنا كل الوحيد يعني كلنا كل سنه ناكل تشريبه برمضان. هذا خصوصا لما يكون صغير اكيد لما كان عمر صغير باله شيء هذا يشوف ان المواعيد الرمضانيه الكويتيه فيها تشريبه مميزه شوي. اي فيعني التشريبه هذه ما رمضان فهذا اللي تميز. والوالده قاعد تعلم وترسخ خاصه التشريبه ما تنزل بيتنا الا برمضان. الا برمضان. إيه كل بيت كويتي. كل الكويتيين كذي. الله يعطيكم الصحه والعافيه. احنا في احفاد عندكم هني؟ اي نعم. هم يدخلونهم ويانا اذا كرمت. المشكله ما يطلعوني. صراحه انا يعني لما يكون عندنا اجازه وكذي أنا اليوم الثلاثة ما عندي شغل بعد الظهر فدايماً خصوصاً البنات دايماً يكونوا معاي وكذي. تحرصين دايماً على الجامعة وكذي؟ أي طبعاً أكيد. فهم صراحة لما شافوني وين رايحة قالوا بني ويات. حياهم الله. هلا والله عسى الله يحفظهم إن شاء الله. حياك الله أستاذة شلونك؟ تعالي فيني. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو قاعد تسوين برمضان؟ تصومين؟ إي ما شاء الله عليك. شو اسمك؟ منى. منى عاش لسامي. بتصيرين طبيبه ان شاء الله؟ ان شاء الله. اكيد. لا اعطي المايك هذا شطور اعطي مسك المايك. انت الحين مذيعه في تلفزيون الكويت. زين. شو اسمك؟ في. في ما شاء الله حط المايك كذي خليك مذيعه انت. تعرفين تقرقعين ولا لا؟ ايه. يلا سمعينا خلينا نسمع. يلا قولي غني. قرقعان وقرقعان بيتك سير ورميضان عادت عليكم سياح كل سنة وكل عام. ما شاء الله ما شاء الله. تصومين في؟ عفية شطورة والله. دكتورة دائما تحرصين من خلال النظرة وإن كانت بعيدة شوية على أسرتكم عسى الله يحفظها اللمة مركزة طبعا شيء مهم.
حتى لازم. مع الأحفاد طبعا أكيد. هذه بنت الدكتور فيصل؟ لا هذه بنت بنتي. بنت هذه بنت فيصل. ضيعتي بينهم دكتور. لا في بنت فيصل. أيوة نعم. منى بنت نورة بنت الأكبيرة. بنت نورة عسى الله يحفظهم إن شاء الله. من هو أقرب؟ يقولون الولد أغلى من الولد ولد الولد. إي طبعاً. من أقربهم الدكتور؟ والله كلهم قالين ماكو والله قلاتهم وهم قالين وعيال وأبهاتهم قالين كلهم قالين يعني بس محبتهم طبعاً يعني شيء مو طبيعي يعني. ما شاء الله صلح يحفظهم إن شاء الله. نبي إحنا منى تخيل إن أنت هي مذيعة حلو؟ إن شاء الله. شو تقولين حق مشاهدينا برمضان؟ طالع الكاميرا هناك. إن رمضان يعني لازم الأسرة كلها يكون الأسرة تكون مع بعض ويستانسون برمضان ويزورون الأهل وأكيد يصلون ويصومون أكيد بلا شك ويقرون قرآن الحمد لله ما شاء الله عسى الله إن شاء الله يثبتك وتكونين يعني صالحة لوالدينك إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أنت الحين ناوية إذا كبرت شو تصيرين؟ دكتورة. ليش ما تصيرين مذيعة؟ أو فاي بتصير مذيعة لا لا مسكي بتصيرين مذيعة ودكتورة مذيعة ودكتورة ما يصير اختاري واحدة اختاري واحدة يلا قولي اختاري واحدة دكتورة دكتورة ما شاء الله أنت مذيعة عطلي بنوتة الصغيرة خلنا نسمع شو اسمك يا حلوة شو هيام هيا ما شاء الله شو اسم ابوك حبيب والنعم والله صمتي اليوم صدق والله اذا كبرت ايش بتصيرين اكيد دكتور شنو ما ادري ليش ما تدري فكري بتصيرين طبيبه مهندسه مدرسه شنو انجليزي بعد ما شاء الله عسى الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله يعني دكتوره ما شاء الله عيالك عسى الله يحفظهم من الناس المتفوقين وانت ما شاء الله متفوقه في مجالك التخصصي صح القول عسى الله يحفظهم لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شرفنا فيكم اليوم مشكور احنا اكثر مشكور جزاك الله خير يعطيك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام مثل ما عودناكم فقراتنا نروح حق ديوانيه الجابر وراجع لكم مره ثانيه في غبقه الحمراء